سلاح او مخدرات. دي جدعانة يا سعادة الباشا، شطروا على عيل صغير. أنا مش عيل، واللي هيلمس أبويا هقتله. اوعوا تفتكروا إن إحنا هنسكت على الظلم ده، البلد فيها قانون يا باشا. خلي حد تاني يتكلم عن القانون يا سويسي، وأنت كمان لك يوم. صاحبك علي الوكيل كان تاجر مخدرات، قاوم أمر الاعتقال، ضرب نار على الحملة ووقع ظابط وعساكر، وقدامك أهو ميت وسلاحه في إيديه. ما تصدقهمش، دول كدابين. أبويا مات رافع إيده من غير سلاح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. بس والله الذي لا إله إلا هو عالم. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. تجمدي وتشد حيلك ومال يا ام عمر، انا عارف ان مصيبتنا في المرحوم ما تتعوضش. انت خسرتي جوزك وابو عيالك، وانا خسرت اخويا ودراع اليمين. مهما حصل بينا مصيرنا كنا هنتصالح ونرجع حبايب، لكن ربنا اراد كده. هو ربنا يرضى انه يتخذ غدر وسط عيال ومراته بعد ما كان هيتوب؟ خلاص، ربنا ما يرضاش بالظلم ابدا. خلاص يا ام، ما عادش له لازمه الكلام ده، الله يرحمه. وبعدين اوعي تفتكري ان حقه هيضيع ابدا. اللي خلف ما ماتش. فهم امك ان انت واخواتك في عينيا طول عمري حتى بعد ما اموت. خلي فلوسك معاك يا معلم، احنا مش هناخد صدقه من حد. ومين قال لك يا واد ان انا هديكوا صدقه؟ ده حقك وحق اخواتك. الف شكر يا معلم. وبعدين ما بقتش صغير، انا هشتغل واصرف على البيت. راجل يا واد زي ابوك. صح، لازم تشتغل، وشغلك عندي. من السعادي ابنك راجل من رجالتي وتربيته واجب عليا. معلش يا معلم، اصل انا عايزاه يكمل تعليمه. اللي انا هعلمه له مفيش مدرسه ولا كليه بتعلمه، انا هعلمه يبقى راجل، ما تهزموش الدنيا. زي ابوه عاش راجل ومات راجل. بس يا معلم، انت خرفت يا ست انت ولا ايه؟ حد يقول للمعلم سويسي بس، انت بتكرهي مصلحة ابنك؟ خلاص يا شكري، سيبها على راحتها، هي حرة. راجل ما يبصش وراه ابدا، وانت راجل من ظهر الراجل. مرحبا يا حاج. كيفك يا راجل؟
معلم احمد. كل الشغل؟ كل الشغل يا حاج. اربط اربط يعني ايه؟ ماشي خلي القوة تستعد. Thank you.
تقلقش سعادتك يا فندم، احنا مراقبين كل مداخل ومخارج القاهره وعلى جثه المخدرات دي تخش. الكلام ده تقول المدام في البيت لما تسالك عملت ايه النهارده يا حبيبي عشان تبقى تجري ورا المعلومات الخايبه اللي جاتلك. قلت لك السويسي بطل مخدرات من زمان واستحاله يغامر بمكانته اللي وصلها في البيزنس، وانت برضو اصريت انك تعمل اللي في دماغك وبرضو ما وصلتش لحاجه. يا فندم المعلومات اللي عندي اكيده. بقول لك ايه يا رشاد، موضوع السويسي ده ما تفتحوش معايا تاني الا لما تجيبولي هنا مكتبي متلبس. اتفضل. حاضر يا فندم. الصورة دي قريبة منه فعلا. للأسف فندم ملوش أي أثر في ملفاتنا. يعني إيه ملوش أي أثر؟ وأنت بتشتغل إيه؟ اسمع، أنا عايز تاريخ حياة الواد ده كله يبقى عندي. عايزه يتحط تحت مراقبة هو والسويسي وعيلته كلها. طب وإذن النيابة يا فندم؟ مش مهم إذن النيابة. المعلومات دي تجيلي خلال 24 ساعة، أنت فاهم؟ تحت أمر سيادتك يا فندم. نجيب على الرجالة يا عمر. اخبار عمليه المدام ايه؟ الحمد لله. مش محتاج حاجه؟ ربنا يبارك لك. بجد ربنا يخليك. السلام عليكم يا رجاله. كل سنه وضحى طيبه يا صلاح. انت طيب يا Dancing to the rhythm, electro is fine. It can't
moving, moving on time. Electron, electron is the new style. Jackie and Jen, see them moving to the baseline. Ba 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 أنا شايف تعديلات الدستور الأخيرة دي في منتهى الخطورة على استثمار البلد. كان كفاية قوي إنها تتحط في قانون الإرهاب اللي ممكن يتغير، مش في الدستور أبو قوانين. ما هو يمكن يعملوا قوانين جديدة، بس تضمن منين يا سيد بي إن القوانين الجديدة اللي بتتعمل عندنا هتستخدم عشان الصالح العام مش عشان مصالح فلان ولا علان؟ لا أنا مش معاك خالص يا باشا، الحكومة عملت كده عشان تحافظ على البلد ضد التليفون. لسيادتك مهم من لندن. لندن هتسلكوا سواري وجاي. السلام يا بطل. عندها وقدود يا عمر. نص البضاعة تخزن في المخازن يا ريس، والنص التاني نزل السوق، وزمان فلوسك بتتورط دلوقتي. يعني بكرة بالكتير هسلمها الأستاذ شوقي في المصنع. البوليس طلع قطر واحد من رجالتهم خارج من السجن من أسبوع. احنا آخر مرة نشتغل مع الناس دي. نفسي أقول لك بيفكرني في شبابي، بس الكلمة خيبة. أنا ما كنتش شاطر قوي زيك كده. امسك. ايه الفلوس دي يا بابا؟ عايز حاجه صلاح؟ بصفتي رئيس مجلس اداره الشركه اللي الاخ عمر شغال فيها، من حق اعرف يعني هو مختفي فين بقاله فتره. والله الوحيد اللي يقدر يجاوب على السؤال ده صلاح بيه هو الرئيس. ايه رئيس دي؟ اسمه سيد بيه. ولك يا صلاح، انا اللي بعت عمر الصعيد يخلص لي حته ارض، فلوس اللي معاه دي العموله بتاعته. استريحت؟ طيب اسيبك بقى تفهم صلاح بيه. من اذن الرئيس. ايه يا ابني مالك؟ تعطيرك من ليه وليه؟ مش تكبر بقى يا صلاح. يلا يلا احسن خطيبتك تستعواك تقول لك كلمتين ما لهمش لازم. يلا. هو يعني يا عمر ما لقيتش غير البتاعة دي تجيبها لحسن؟ هو ناقص لعب. وهو ذنبه ايه ياما؟ تسلم ايديك يا عمي. انا اللي موكوسه في الواد وابوه. والله انا ما انا عارف ايه اللي بين الولد ده وبين التعليم. والله يا عمر ده مخلي رقبتنا زي السمسمه لدرجه اني بفكر انقله مدرسه تانيه عشان سمعتي. انا مش عارف ايه اللي هيزوقه في التعليم قوي كده. ما خلي قدامك اهوت زي الفل. اخرس يا واد، قطع لسانك وانت مش اوصلك لخالك انت. مؤاخذه يا عمر، مسحها فيا انا دي، انا اللي معرفتش اربي. لا ولا يهمك اخوي. ربنا بيخلص فيك ذنب الدروس الخصوصيه اللي بتسفحها من اهل البلد. سيبك منهم وخليك معايا. انا فين وفين لما بشوفك. ما تخليش كلام الواد حسن يضايقك. وبعدين يعني هو انت سبت التعليم بمزاجك؟ يعني هم اللي اتعلموا اخدوا ايه؟ ما هو اخوك احمد اهو من يوم ما اتخرج وهو قاعد. والله يا اما مش عارف اعمل له ايه. جبت له بدل الشغلانه 10، مش عايز يشتغل. راسه الف سيف انه لازم يسافر عشان يخلص من عيشتنا اللي مش عاجباه دي. خليه على راحته، ولو احتاج اي فلوس انا هبقى اديها له، يمكن ده احسن له. ربنا يخليك لينا يا عمر. لا سيبيه يا عم، بياخد يديله فلوس دي عشان الجامعة بتاعته، وفهمين انها فلوس حلال. السويسي بطل تجارة المخدرات من زمان يا عم. $6 مليار وتقودها النمط. انا مش بصدق ان احنا after pounding the midwest this weekend a powerful storm. هو راضيه. اقول لك ابقى روح لهم لما مامتها تكون لوحدها في البيت. تمام. هذا ان اللي قتلني ان الواد احمد ده عمره ما حس بيا، لكن زي ما يكون غريب عني.
حتى أم أقرب الناس ليا مضطرة أضحك عليها عشان أرضيها. أنا مش عارف عايزين نعمل إيه، أرجع أفتح العيادة بتاعتي ولا مكتب المحاسبة؟ بس هم عندهم حق، خايفين عليك. لا خليه منور يا هنا. نفسي أفهم إيه مزاجك في توليع نور الشقة طول الوقت، وبعدين تقول لي فاتورة الكهرباء غالية وبندفع فلوس قد كده. إن هي جت على فاتورة الكهرباء؟ أنت هرياني فواتير. ده كفاية إيجار الشقة اللي بدفعهولك كل شهر. بس أعمل إيه بقى؟ معرفش أقولك لأ. فاكر أميرة صاحبتي؟ اتعرفت على مخرج كبير قوي وخدت لي منه ميعاد عشان كاستنج لفيلمه الجديد. انا عارفه ان الموضوع ده بيضايقك، انك مش قادر تصدق اني ممكن ابقى ممثله كويسه، لكن صدقني مش قادره انسى الحلم اللي سبت بلدنا عشان وجيت مصر. عارف ان انا ممكن اكسر الدنيا واخد جوائز كمان، بس لو يدوني دور واحده بتحب واحد ما بيحبهاش زي ما هي بتحبه، اتجوزها في السر زي ما يكون مستعر منها. ضحك عليها في الاول، ما قالهاش هو بيشتغل ايه، واول ما اطمن لها وحكى لها فكرت تسيبه، بس فجاه اكتشفت انها ما تقدرش تعيش من غيره. اتجوزته بس على امل انه يبطل السكه اللي هو ماشي فيها ويخلف منها عيل واثنين وثلاثه ويعيشوا في الحلال وبالحلال. بس على فكره عمرها ما تعمل حاجه الا بموافقته. دول 80% من الفلوس بس. تعرف يا استاذ شوقي اللي ما يفهمش في التجاره بتاعتنا يفتكر ان اللي احنا بنعمله اصعب شغلانه، مع ان الشغل التقيل كله هنا عندك انت. فلوس بتجيلك ريحتها وحشه بتخرج انضف من الصين. ازاي؟ معرفش. دي حاجات لا انت ولا الرئيس بتاعنا تقدروا تفهموا فيها. ده شغل اكبر منكم بكتير. الله عليك يا استاذ شوقي. ده بالحق عملت ايه في الحبايه اللي اديتها لك؟ عظمة، رجعتنا 20 سنة ورا. شو قلتلك؟ خدتها استحلاب. استحلاب؟ بكرة يبقى عندك بقى فلوس يا أستاذ. السلام عليكم. مع السلامة. ¿Y a dónde les gusta? ¿Y cómo es que...? وش من الناس فين؟ اقول ايه لاهل خطيبتي؟ اختي انا مدمنه مخدرات ويا ريتها بتشرب في بيتها من غير ما حد يحس بيها، دي كمان ممسوكه في شقه مشبوهه.
يا اخي ملعون ابوك لابو خطيبتك ده بدل ما تفكر في اختك اللي مرميه في الحجز ويا عالم عامله ايه دلوقتي؟ حضرتك اللي طول عمرك مدلع فيها وياما قلت لك ان الدلع ده هو اللي هيبوظها. اتفضل بقى شوف اخر دلعك فيها. للاسف يا عمر الانسه دوحة لقوا في شنطتها مخدرات والظابط عمل لها محضر ما يخرش الميه، يعني التهمه لبساها. انا هعمل اللي اقدر عليه في النيابه لكن في الحقيقه انا مش متفائل. انا ما كنتش اعرف ان كل ده هيحصل. انا شربت فعلا مع اصحابي بس انا والله العظيم ما كان معايا مخدرات في الشنطه، والله العظيم ما كان معايا. انا ما اعرفش هما بيقولوا كده ليه الحاجات دي اتحطت لي. معلش 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 اللي حصل حصل. انا عاوزك بس تشدي حيلك كده لغايه ما اخلص لك الموضوع ده. يا ريت يا بابا انا اتبهدلت يا بابا اتبهدلت وحطيني مع ناس شكلها غريب عمالين يضايقوني. انا مش عارفه هما مسلطينهم عليا. يا بابا انا تعبت تعبت تعبت. يا بابا يا بابا انا كنت فاكر ان معامله بنات الناس تبقى احسن من كده يا سعاده البشر. احنا كل اللي عندنا اولاد ناس، يعني ما عندناش خيار وفقوس يا سيد بيه. مساء الخير يا رشاد باشا. مساء الخير يا باشا. رشاد غانم انا مبسوط قوي اني شفتك، اصل بسمع سعادتك كتير. سامع خير طبعا. متشكرين ربنا يخليك. انا مبسوط قوي لاخلاصك لشغلك، بس كان نفسي ان الاخلاص ده يبقى مع كل اللي اتمسكوا في القضيه مع بنتي. إنما بنت فوز منصور تطلع من القضية زي الشعرة من العجين، ده يبقى عيب على شرف المهنة، ولا أنا بتكلم غلط؟ شوف يا سيد بيه، إحنا عندنا نيابة، بنتك هتقف قدامها وتدافع عن نفسها. والله لو النيابة ما صدقتش ممكن بقى تخلي حد من المحامين بتوعك دول يدافع عن بنتك، ولا أنا بتكلم غلط يا سيد؟ نقلت خضار جايبها من السوق يا باشا. نقلت خضار يا عمر زل. ايه يا باشا في ايه بس؟ تشتي خضار خضار مش حاجه عن الكيس ده. خضار خضار ما اعرفش حاجه يا باشا. الكلام ده لو طلع صح هيقلب الدنيا. عشان كده جيت اقول لسيادتك قبل الواد ده ما يقول الكلام في النيابه. دي هتبقى قضية رأي عام، قضية بنت السويس مهما كانت قضية صغيرة، مش زي القضية دي. أنا عايز أشوف الواد الديلر ده فوراً. حالاً أفهمك. يلا. أنت عارف بتتهم مين في المخدرات دي يالا؟ عارف يا باشا، وعارف إن أنتوا قد أنا بس، ومش قد أبو الواد اللي كنت جايب له البضاعة. أنا قد هو اللي خلفوه راح أمك. أنت هتكلمه في التليفون دلوقتي، وهتقول إن البضاعة معاك وتتفق معاه على ميعاد التسليم. بس لو حسيت إنك بتستهبل هشيلها لك لوحدك. أوامرك يا باشا، بس إيه اللي يضمن لي سعادتك إن لو عملت كده
ان سعادتك تطلعني شاهد ملك. مفيش ضمان يا رحمك. كلامك مقنع يا باشا، انا واثق في سعادتك. كشفت عن نمره؟ حصل يا باشا، هي نمره هاني جمال سيف النصر يا فندم. فعلا ربنا يسهل يا باشا. الو، ايوه هاني بيه، انا رجب حلومه. كله تمام يا باشا، انا وصلت بالسلامه. هشوف سعادتك امتى يا باشا؟ ما ينفعش، المخدرات طالما دخلت عندي ما ينفعش تخرج من هنا الا باذن النيابه. انا مش هستنى لغايه يوم السبت، التسليم لو ما تمش النهارده الواد هيشك في الحكايه كلها. اسمع، طلعها على مسؤوليتي الشخصيه وانا هكتب لك تعهد كده، وهرجع لك مع الحرز لحرز فلوس تاني كمان. ايوه انا رشاد، انت مين؟ مش مهم انا مين، اعتبرني فعل خير كان متراقب. انا واحد عنده حاجه عزيزه عليك وانت عندك حاجه عزيزه عليا. الحرز بتاعك هيوصلك، بس انا كمان يلزمني الحرز اللي عندك بتاع قضيه ضحى السويسي. غيره بمعرفتك زي ما حطيته بمعرفتك. الانسه ضحى هتتعرض بكره على النيابه، اول ما تخرج وابتسامتها على وشها هيوصلك مني تليفون يقولك مكان الحرز بتاعك فين، واكيد مش محتاجه افكرك بلاش وشر عشان مش في مصلحتك. على فكره التليفون اللي بكلمك منه ده مش هيوصلك لاي حاجه، زي العمليه الاولى بالظبط. هتوحشني يا عمر. بعد أن ثبت للنيابة اختلاف طبيعته ومواصفات الحرز المنسوب حيازاته للمتهمة ضحى سيد السويسي، قررنا نحن وإبراهيم السيد وكيل نيابة العجوزة إخلاء سبيل المتهمة من سراي النيابة بضمان محل إقامتها. الو،
مالك يا ريس؟ أنا كنت فاكرك هتبقى مبسوط بعد اللي حصل. مبسوط؟ يا ريت يا عمر. بص ازاي يا ابني بعد ما اتدبحت؟ اتدبحت؟ بعد الشر عليك يا ريس، ما احنا زي الفل اهو. ها؟ امال الظابط ده يعمل ايه؟ عارف يا عمر، شغلتنا دي زي ما يكون فيها لعنة، زي لعنة الفراعنة. ومع ذلك ما تقدرش تسيبها، وبتبقى مسلم بنهايتك ونصيبك مهما حصل. أنا بقى مصيبتي جت في ضنايا، في بنتي. مهما عملت أنا ولا أنت في الضابط ولا في غيره، خلاص يا ابني أنا اتلطيت واللي كان كان. قوم بينا يا ابني عشان أنا اتخنقت. لما السويسي بكل العز اللي هو عايش فيه يقول كده، امال انت تقول ايه؟ زي ما تكون رساله بعتها لك ربنا عشان تفوق وتبطل لحد كده. اوام عملتيها رساله من ربنا؟ الراجل بنته اتدبحت فضفض معايا بكلمتين، ملوش غير يا هند. طب والظابط اللي عمره ما هيفوت اللي انت عملته؟ هيعمل ايه يعني؟ بعدين لو كان يقدر يعمل حاجه كان عملها. انا عامل حساب كل حاجه. عمر ايه بحسك وانت معايا زي ما تكون مقسوم نصين؟ صدق كلامي بس مش راضي تعترف بيه. صدقني يا عمر ما كانش لازم تعمل مشاكل مع البوليس. كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ ابيعه؟ ابيع الراجل اللي حمكتفي من خيره؟ انا الراجل بيعملني احسن من ابنه. عمر لحد امتى هتفضل رابط نفسك بالراجل ده؟ مش كفايه الفلوس اللي عملتها لحد كده؟ ما تيجي يا اخي نعيش حياه طبيعيه، نستقر، نخلف لنا عيل يملى علينا الدنيا. عارفة غلطة على الوكيل ايه؟ انه خلف. عايزين اخلف عيل يشوفني يوم برمي في السجن ولا بتقتل قدامه غدر؟ ليه ربنا ما يكرمكش وتخلف عيل احسن منه؟ بص يا هنا، البلد اللي احنا عايشين فيها دي، ابن الدكتور بيطلع دكتور، وابن المهندس بيطلع مهندس، وابن اللواء بيطلع لواء، وابن تاجر المخدرات بيطلع تاجر مخدرات. انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك. انسى موضوع الخلفة خالص يعني. ريس انا مش عارف انتم مكبرين الموضوع قوي على ايه. هم كلهم 300,000 لا راحوا ولا جم، وانا ما بنكرهمش وهرجعهم. بس انت عارف يا ريس ان السوق نايم اليومين دول والبوليس مزنقها علينا قوي. اقول لك ايه يا رضا حبيبي، انا ماليش دعوه السوق نايم ولا صاحي ولا كلاني. قدامك يومين تجيب الفلوس تاخد ابنك يا تنساه. حبيبي انت كويس؟ باشا ابوس ايدك يا باشا، خرج ابني بره الموضوع ده. انا كل اللي انا عايزه يومين وهدبر لك المبلغ.
بقول لك يا ريس، احنا عمرنا ما دخلنا العيال والنسوان معانا في شغلنا. خلي الواد يروح مع ابوه، وانا في خلال يومين لما جبتلكش الفلوس من الواد رضا هجيب لك رقبته. خد ابنك وروح يا رضا. مش عارف يا عمر اودي جميلك لفين. حد قال لك قبل كده يا رضا ان انت عبيط وهبل؟ عبيط لانك فاكر نفسك تقدر تضحك على السويسي، وهبل لانك مش مقدر لمتك وسط عيالك. هما يومين يا رضا تقب تختص تجيب فيهم الفلوس، تبيع بقى عفش بيتك هدومك تتصرف. ترقبتك هتطير النهارده لولا حازم نجدك. المره الجايه مش هعرف اعمل لك حاجه. يا عم حازم خلاص الدور خلص، احنا كنا بنلعب لعبه مع بابا. طب لما ساعدتك عايزنا اشتغل مرشد، ايه لازمه ابن اختي تاخد في رجليه؟ مش لازم يبقى في سبب عشان تيجي هنا؟ ولا انت عايز السويسي يخلص عليك؟ وسعادتك بتتعامل زي ما اكون خلاص وافقت على طلبك. ليه؟ انت لو ما وافقتش عشاني هتوافق عشان حسن؟ حسن لو كان غلط هياخد جزاته بالقانون. شوف يا عمر، انا بديك فرصة عمرك عشان تنجيك من المفرمة اللي حطك فيها السويسي. سيد بيه السويسي راجل محترم مش مجرم عشان اشتغل عليه مرشد. بعدين انت عايزني احط ايدي في ايد اللي قتل ابويا؟ ها؟ جرايلة تنسيت نفسك ولا ايه؟ وانا بتحايل عليك؟ انا بديك فرصه قبل ما ارميك في السجن، ومش انت بس، انت واخواتك وعيلتك كلها. ما تدخلش عيلتي في اللعبه دي يا باشا. وبعدين تعالى نسيبنا من الكلام الكتير ده ونخلينا في موضوع الواد حسن. ماشي يا عم عمر. حسن هيخرج معاك قبل ما يترد عن النيابه الصبح، مش عشان هو بريء، عشان انا عايز اطلعه. واعتبر ده عربون موده بيني وبينك عشان تفكر في الكلام اللي قلته لك كويس قوي بدل ما احطك في دماغي. هتحطني في دماغك اكتر من كده يا باشا؟ لسه شفت حاجه ياما في الجراب يا حاوي. كل حاوي واللي جرابه يا باشا. غبي انت، فاكر المرجله بشرب المخدرات؟ يلا مش مقدر النعمه اللي انت فيها. والنعمه يا خالد كانت اول مره. سبحان الله، انا مش فاهم انت بتضربه ليه. المفروض تفرح انه بينفعك انت وسيده. سكت ابنك يا عم، انا مش ناقصه. انت عارف انت بتضربه ليه؟ عشان خايف تروح في الرجلين بسببه. بس اطمن، ده هيحصل قريب قوي، عشان كما تدين تدان. انت ليه فاكر نفسك احسن مني؟ انت مش احسن مني. انت عشان حافظ لك كلمتين مريحينك. انت عارف الفرق اللي بيني وبينك ايه يا استاذ احمد؟ ان انت اخترت كل حاجه وانا ما قدرتش اختار اي حاجه يا اخي. انت لو فاهم مش هتقف توعظني. احمد عمر، ما يصحش كده. تعال يا عمر، سيبك منه. وبعدين في ابنك ده يا ام؟ والله يا ابني ما انا عارفه اعمل ايه معاه. ربنا يهديك ويهديه. هو الواد احمد ابنك ده ما يجيش الا في الهيفا ويتصدر. المهم دلوقتي هعمل ايه في الواد الموكوس ابن الموكوس ابني ده؟ تبقى اوضتك، وعلى الله اشوفك خارج منها لما تخلص ساعه المذاكره بتاعتك يا حسن. انت فاهم؟ حسن انا جبتك هنا عشان تتعدل، عايزك تسترجل وما تقصرش رقبتي. ده انا هخلي رقبتك قد السمسمه يا خال. شفت هزارك مع خالك في الصاله؟ تعالى. انت مش راجع ولا ايه؟ ايه الشنطه دي؟ تعالى. هي دي جزات الجدعنة؟ عايد لي هنا ومصدر لي عيالك للسويسي؟ فكروا مش هيتقزوا. ها؟ أبوس إيدك، بلاش فضايح قدام الزباين. تعال نتكلم في المكتب. دول 70% من المبلغ، ده كل اللي قدرت أدبره في اليومين دول. كل اللي أنا محتاجه كام يوم كمان عشان أدبر بقية المبلغ.
يا ريت تتوسط لي عند السويسي يصبر عليا اليومين دول. حياة ابني يا عمر انا ما كنت بلعب ولا كنت ناوي اهرب. لو كنت ناوي اهرب ما كنتش هتلاقيني هنا. انا لما شفت ابنه صعب عليا قلت اشيل عنه بقيت الفلوس. السويسي ما كانش هيرحمه. عايز نبطل كلام عن خلفه؟ بطل كلام عن السويسي. طب انا اعرف امسك نفسي وما اجيب سيره السويسي. بذمتك تعرفي انت تمسكي نفسك وما تجيبي سيره العيال؟ خش جوه. ايه يا باشا؟ معاك اذن تفتيش شقه؟ جرايه يا عمر. انت ما بتقراش جرايد ولا ايه؟ الدستور اتغير خلاص. وبيني وبينك كده كانت لنا شكاوى كتير من السكان ان في اعمال منافيه للاداب بتتم في الشقه هنا. طبعا ما يصحش نسكت على كده ولا ايه؟ هو سعادتك اتنقلت اداب؟ وانا ما قلتلكش. ما هي قضايا الاداب ملتصقه جدا بقضايا المخدرات. اتنين في واحد يعني. طيب بالنسبه للمخدرات سعادتك مش هتلاقي هنا اي مخدرات الا لو انت جايب حاجه تحطها لي. اما بالنسبه للاعمال المنافيه للاداب فالست دي مراتي. والله ألف ألف مبروك يا عمر جدع. بالنسبة للأساتذة هيفتشوا ولا نكمل عشاء؟ أنا علحهم بطني الصبح. جميل. وأنت هتيجي معايا عشان نتعشى مع بعض بقى. تهمة إيه؟ يا عمر يا أخي أنت بتدق في حاجات تافهة أوي. التهمة دي بعدين بقى نشوف لها صرفة. مش قضية يعني. مش أنا قلت لك إن إحنا هنتقابل كتير الفترة اللي جاية؟ عارف انك صعبان عليا قوي يا عمر. ما يصعبش عليك غيره يا باشا. لا بجد انا لما عرفت حكايتك وعرفت ان البوليس قتل ابوك وان السويسي خدك ورباك ودخلك سكه الاجرام غصب عنك صعبت عليا. قلت اعمل ايه للشاب ده عشان اعوضه عن ابوه اللي احنا قتلناه وعن مستقبله اللي ضاع بسببنا. تعال معايا يا عمر. تعال. السلام عليكم يا عم امبابي. سلام قولا من رب الرحيم. في يا باشا؟ ما انا امبارح قلت لك على كل اللي اعرفه. والله ما اعرف غير اللي قلته يا باشا. ما تخافش يا عم امبابي انا مصدقك. انا هجيب لك معايا واحد ابن حبيبك. اقعد يا عمر اقعد. ده عمر يا عم امبابي. عمر ابن علي الوكيل. الله يرحم والدك، الله يرحمه. ابوك يا ابني كان زينة الرجال، كان اسد. مات وهو واقف على رجليه. مش قوي كده، هو مات في الجبهة يعني. انا عايزك تقول له بقى ابوه اتقتل ازاي ومين اللي قتله. ما خلاص يا باشا، ده زمن عدى وراح لحاله. ليه بس هنقلب فيه؟ استر ما ستر الله. انت عارف عمر بيشتغل مع مين يا عم امبابي؟ بيشتغل مع السويسي. وفاكر ان الحكومة هي اللي قتلت ابوه. سبحان الله، ولا حول ولا قوة الا بالله. الدنيا دي غريبة يا ابني. بس سلم رقبتك للي قتل ابوك الله يرحمه. انت بتقول يا عم الحاج قتله ازاي؟ ده كلام بقى عدى عليه عمر يا ابني. احنا كنا لسه صغيرين وفاهمين الدنيا غلط. كلنا كنا طالعين مع السويسي، بدينا معاه انا وابوك وواحد تاني اسمه شكري، معرفش راح فين دلوقتي. ابوك الله يرحمه كان شايل شغل السويسي كله على راسه.
مش هقول لك الشيطان دخل ما بينهم، هو الشيطان ما فارقهمش اصلا. كان حاسس ان اللي بيخدم السويسي قليل عليه، وهو ما كانش عاوز يكمل في سكه المخدرات دي، كان عاوز يامن مستقبل ولاده بضربه ولا ضربتين ويخلع. كان عايز يعلمكم احسن تعليم ويفتخر بيكم. السويسي ما كانش بيرحم، زق عليه واحد من رجالته. ما تاخذنيش يا رشاد بيه، يعني ضابط فاسد العقيس زكي الموجي. العقيس زكي الموجي هو اللي قتل ابوك، والسويسي كان واقف بره البلد مستني البشاره. لما زكي الموجي قتل ابوك، السويسي جه جري عشان يشوف ابوك وهو مقتول. وبعد سنه ولا اتنين حضره الضابط ساوم السويسي على فلوس. السويسي قتله واندفن السر معاه. الكلام ده كان سنه كام يا عم امبابي؟ 8/11/88. بس قتل الضابط ما عداش بالسهل. اتظبطت قضيه قتل وشلتها انا دفاعا عن النفس. انا اصلي ما كنتش جامد زي ابوك، اشتريت روحي علشان ما تقتلش. والسويسي فكر انه فلت وعدى، لكن اطمن يا ابني، عمره ما هيفلت من اللي خلق الخل. الموبايل ده هو وسيلة الاتصال الوحيدة اللي هتبقى بيني وبينك. ما تحاولش تجيلي المديرية بأي شكل من الأشكال. السويسي له عيون عندنا، وطبعا أول ما يشوفك هيسألك إيه اللي حصل. قول إني قبضت عليك وإني حاولت أجندك، وإنت قلت إنك هتفكر. دلوقتي بركز معايا كويس قوي عشان تعرف أنا عايز منك إيه بالظبط. بس هو ده اللي حصل. طب لما هو عايزك تشتغل مرشد وإنت رفضت، ايه اللي خلاه ياخدك سجن الطرق؟ انا لما رفضت خدني عشان يواجهني بالواد اللي بلغه عن العمليه الاخيره، واد كده اسمه حباطه من هنا، بس ما خدش معايا الحق ولا باطل. صدق كنت حاط ايدي على قلبي لحسن ما تقولش لابوك على اللي حصل، بس طلعت واد ابن ابوك صحيح. بالاذن يا ريس. ايه ده، رايح فين؟ في فلوس متاخره عايز اوديها للاستاذ شوقي. طب بس ما تغيبش عليا عشان بتوحشني. الو. الحمد لله على السلامه يا عمر. واضح ان السويسي بشكش في حاجه، والا ما كنتش رديت عليا وكان زمانك مقتول دلوقتي. وكويس انك روحت البيت وما بقتش عند هنا بعد ما قابلت السويسي، لانها كانت هتعطلك بغيها، واحنا مش فاضيين ورانا حاجات اهم. يا عمر بتبص على العربيات ليه؟ مش جايز اكون في عماره من اللي حواليك. انا مش عايزك تشغل بالك انا فين. المهم دلوقتي انك تركز في اللي اتفقنا عليه عشان تقدر تنفذه. انا استجدعت معاك يا عمر، ومستنيك تستجدع معايا. اظن كلامي مفهوم. اصبح على خير. تعرفي حد من اصحاب ابويا الله يرحمه اسمه مبابي؟ ايوه يا ابني، ده كان من اعز اصحابه. انما ايه اللي فكرك بيه؟ لا، أصل كان طالب مساعدة من السويسي، راجل كبر وبقى عيان. وطبعا السويسي طلع راجل ندل، مرضيش يساعده. لا يا أم، راجل محدش بيقصده في حاجة لما يطلع جدع معاه. ايه اللي فكركم بالمرحوم دلوقتي؟ ده احنا اتذلينا عبال ما صرفنا المعاش بتاعه. منهم لله بقى اللي قتلوه، ربنا ينتقم منهم. ربنا ينتقم منهم ان شاء الله.
انا بس كل اللي مطلوب مني يا فندم ان انا املى بيانات عشان بنعمل كتاب تذكاري عن شهداء الشرطه اللي ضحوا بروحهم من اجل الوطن. هي ايه البيانات المطلوبه بالظبط؟ يعني الاسم بالكامل، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاه، قصدي الاستشهاد. طيب الاسم حسين زكي محمود الموجي. العقيس زكي الموجي هو اللي قتل ابوك. اتولد 10/55 واتقتل غدر 8/11/88. تمانية 11/88. ويا ريتهم اعدموا اللي قتلوا، لا سجنوه. قال ايه بيدافع عن نفسه؟ هلاقي عندك صور الشهيد؟ ايوه اهي، ثانية اشوف لك لو عندي نسخة منها. السويسي ده راجل مفتري، اذا كان قتل ابوك اللي هو عشرة عمره امال معاك هيعمل ايه؟ معرفش هيعمل معايا، بس انا مش هسكت. واخر مره تتكلم معايا في الموضوع ده مساحه المنظمه ما توزع، مش بتلاقي النائب العام والمدعي الاشتراكي و600,000 جاي بيحققوا معايا. انا مش هروح كمشفيه لحضرتك، انا ما اعرفش اي حاجه عن الفلوس دي. اقول ايه للناس؟ اقول ايه لاهل خطيبتي؟ انت ما بتقولش حاجه لحد،
انت لازم تتدرب لحد ما اقدر اطلعك بره البلد والحكايه دي تهدى خالص، فاهم؟ وبعدين يا صلاح يا ابني اطمن اطمن، ما حدش يقدر يقرب لك طول ما انا عايش. شكري ناصر، ودوا صلاح العين السخنه بسرعه بسرعه يلا. وانت يا صلاح يا ابني اقفل تليفونك خالص، ما تكلمش حد ولا ترد على حد ولا تعرف حد مكانك، اختفي خالص لغايه ما اشوف حل للمصيبه اللي احنا فيها دي. يتحركوا اتحركوا. قلبي عندك صلاح بيه. كنت فين يا عمر من الصبح؟ معلش يا ريس، راحت عليا نوم صحيت لقيت المصيبه دي حصلت. تفتكر مين اللي عمل فينا المغرز ده؟ هو مفيش غيره، الضابط اللي اسمه رشاد غانم ده بيحفر ورانا بشكل يا ريس. بس انا مش عايزك تقلق، الورق المنشور ما يقومش قضية تضرك. الضرر مش قاضي ومحاكم، الورق ده قطع وسطي، رجعني الورق 20 سنة، قضى على سيد بالسويسي رجل التجارة والصناعة والبزنس. ولا يهمك يا ريس، انت اداة وقدود. انت ما شفتش الواد الظابط ده ساعة ما شفته آخر مرة؟ لا يا ريس، بعدين ازاي هشوفه مش هو اللي ساعدتك؟ ده انت ابوي. عربية جميلة يا أخي. جامدة أوي بس 1600. عايز 2000 سي سي. خش جوه يا حسن. الورق ده كان المفروض يعدي عليها الأول قبل ما يروح للصحافة. دي أصول اللعبة يا عمر. صحافة إيه يا باشا؟ أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده. تصدق إن أنا عمري ما عرفت صحف في حياتي. والله. ماشي يا عم بريء. صدقك، بس يا ريت تنجز بقى وتقولي فين مكان المخدرات. هقول لك بس في الميعاد الصح. السويسي متوتر وموتر الدنيا كلها. نبي تسيب حكايه الميعاد الصح دي عليا، انا هعرف اتصرف فيها كويس. يا ريت تنفذ اللي اتفقنا عليه، اما قسما عظما صوتك الحلو ده هيروح للسويسي ودلوقتي حالا. بس يا ريت تنجز بقى وتقولي فين مكان المخدرات. هقول لك بس في الميعاد الصح. السويسي متوتر هتقول. هقول لك يا باشا. امير ازيك يا عمر؟ خير؟ في حاجه؟ انا كنت عايزك تروح تقعد يومين مع حسن عشان عندي شغل برا القاهره. حاضر يا اخويا حاضر. اروح امتى؟ النهارده لو عرفت. تحت امرك يا اخويا. ماشي يا امير، مع السلامه. امك بتسلم عليك. سلمي لي عليها قوي، خدوا بالكم من نفسكم يا امير. مع السلامه يا عمر. سلام يا حبيبتي.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك تبقي جدة هنا؟ أيوة يا ابني. خير، في حاجة؟ لا مفيش، أصل أنا زميلها في مصر وكنت جاي أتقدم لها على سنة الله ورسوله. إيه؟ أصلها بنت جدعة وزي القمر وبمية راجل، ولو استنيت أكتر من دقيقة على الباب ده همشي. البوليس ما لقاش بضاعة في المكان، البضاعة اتاخدت من المكان قبل البوليس ما يجلس، رجالتنا كلها ضاعت في العملية، الوحيد اللي اختفى سليمان الفيومي من امبارح ملوش أثر. عمر فين؟ عمر فين؟ أنا عمال أكلمه على الموبايل ما بيردش، موبايله مقفول. يعني إيه؟ إزاي سيبنا في وقت زي ده؟ شوفهولي راح في أنهي داهية، وهو الوحيد اللي يعرف مكان سليمان. وبالك منظرت بيه في خروجه، ايه اللي حصل في الدنيا يعني؟ اللي حصل انك هترجع البلد تاني، ما انت مش وش عز يا فقري يا ابن الفقري. بدل ما كنت تسرقه يا حرامي يا ابن الحرامي، كنت قلت له يا خال انا نفسي في موبايل زي بتاعك، كان هيجيبهولك ده اللي فيه مش ليه. بس خبت الناس السبت والحد، وانا خبتي مش على حد. ايوه يا مساء الخير، ازيك يا امير؟ اهلا وسهلا يا سي شكري، اتفضل. والله ايه اللي حصل؟ في خناقه ولا ايه؟ صوتك عالي قوي جايب لاخر الدنيا. حكايه كده بس، انت مش غريب، الواد حسن سرق موبايل خال، عشان كده ما بيردش على الموبايل. لا ده موبايل جديد غير القديم بتاع خال. هو عمر عنده موبايلين؟ وريني يا حبيبي الموبايل ده. اتفضل يا باشا. انت فين يا عمر؟ قلت لك 100 مره ما تقفلش الموبايل ده. الو الو مين اللي كان بيتصل يا سي شكري؟ ايوه يا ريس. لا لا ما لقيناهوش في بيت المنيا. ماشي يا ريس، سلام. انت ولا بستغنى عن عمرك؟ في حد يستغنى عن عمره برضو يا باشا؟ بس انا كنت متاكد ان انت مش هتودي التسجيل للسويسي، مفيش تحرقني، انت عايزه هو مش عايزني انا. اهدى يا باشا، في ظرف يومين لو ما سلمتكش رقبه السويسي او المخدرات اعمل فيه اللي انت عايزه. خلاص بقى هنا كل حاجه هتبقى تمام، البضاعه بكره هتتباع وهستلم فلوسها ونسافر كلنا ونسيب لهم البلد. مش ده اللي انت كنت بتحلمي بيه؟ والسويسي يا عمر هيوقف يتفرج؟ هيعمل ايه يعني؟ هيقتل العيله بحالها؟ ده يوم ما قتل ابوها الدارة ولا ظابط فاسد. فاكره هنا لما قلت لك ان في ناس بتتولد في الدنيا دي ليها حق تختار طريقها وناس تانيه لا؟ قلت لي ساعتها ان اي حد يقدر يغير حياته، قلت لي بغيرها. الو يا شكري.
لما انت رايح تتجوز كنت قول لي، على الاقل كنت روحت معاك اشرفك قدامنا سايبا. انا لولا ان لقيتك زعلان مني كنت قلت لك. انا اصلي مستعجب ان اسيب سيادتك في الظروف اللي انت فيها دي واتجوز. بس هتعمل ايه بقى في دماغ النسوان؟ حلفة ميت يمين لو ما تقدمتلهاش لتتجوز واحد تاني. سافرت لها البلد وطلبت ايديها من ستها. برضو كان لازم تقولي بابا مفيش ابن يتجوز من غير علم ابوه. عموما مرحوقه في الفرح الكبير. ربنا يخليك لينا يا ريس، طول عمر قلبك كبير. انا عايزك بقى تطلع موضوع الواد سليمان اللي خلع بالبضاعه ده من دماغك خالص. يعني اديني يومين ثلاثه بالكتير وهجيبه لك يا ريس. سيبك انت من سليمان، يولع بالبضاعه اللي خدها ولا تلزمني. انا عاوزك تخلصني من اللي ورا سليمان. الواد الضابط اللي اسمه رشاد ده جاب لي صداع، مفيش مسكن نافع معاه. ايه رايك يا عمر؟ انا بفكر اخلص عليه. اللي تشوفه يا ريس، ولو ان قتله هيفتح علينا باب جهنم مع الداخليه. يا سلام، ليه؟ هو شغال علينا احنا بس؟ ما البلد مليانه تجار مخدرات، احنا نقتله ونلزقها في حد غيرنا. عاوزك انت اللي تقتله يا عمر. بس الدم ليه ناس يا ريس، انا عمري ما قتلت. انا شايف يا ريس هو مين فينا بيشوف ياض؟ انت سيت نفسك ولا ايه؟ قلبك ضعف يا عمر، مش حلو ما كنتش معلمك ضرب النار من زمان. تحب افكرك وماله؟ افكرك هتقولنا ان شاء الله نضرب عليه. شك الدبوس. كان لازم يموت، اصله خاين. الخيانه وحشه قوي يا عمر. كلهم قالوا لي انك بتخوني، قلت لهم استحاله، عمر ما يخونش ابوه ابدا. ده انا لو اديته المسدس في ايده وقلت له اقتلني مش هيرضى. ايه بتفكر؟ اتجرب. انا لو عاوز اموت احب قوي اموت على ايدك. حقك عليا يا ابني، الشيطان خلانا طوحه، بس برضو قالولي ان انت هترفض اوامري ومش هترضى تقتل الضابط. قلت لهم مش ممكن، عمر ما يكسرش كلام ابوه ابدا. ما هو لو عمل كده يبقى مش ابني ولا اعرفه، وساعتها بقى مش هقتله. لا، ده انا هقتل امه واخواته وجوازهم وعيالهم واللي يتشد دهم. في شقه اتأجرت قدام النادي اللي بيروح الضابط يومين، واشوف صورته في اخبار الحوادث.
كانش لازم تدي عمر الأمان. أنا قلت لك ده خاين، كان لازم تقتله. أنا عايزه. مين قالك إن أنا عايز حمايتك؟ أنا لو هموت أنت آخر واحد في الدنيا ممكن ألجأ له. يا غبي، السويسي لو جه هنا هيخلص عليك يا أحمد. أنت والسويسي بتاعك ده ما تفرقوش عن بعض في نظري. أنا خلاص هسيب المكان الفاسد ده كله وأسافر برك. هسفرك بس تعالى معايا، مفيش وقت للكلام ده، تعالى. مالكش دعوة بيا، أنا بريء منك يا أخي. مش كان عمر فهمنا فيه إيه؟ على الأقل كنت خدت أجازة من المدرسة. اسكت دلوقتي يا حافظ. احمد ما جاش معاك ليه يا عمر؟ مفيش وقت يا اما، هبقى ارجع اجيبه بكره. طب مش يا ابني تقول لنا انت مودينا على فين؟ وديكوا في حته امان، يومين بس على ما ادبر حالي وارجع اخدكم ونسافر كلنا بره. الاخر كده انا ما اقدرش اضمن لك حاجه دلوقتي، لازم اتاكد الاول انك هتحط ايدك في ايدي عشان نوقع السويسي، ساعتها اعتبرك شاهد ملك وهامن لك اهلك. صحيح يا عمر، هما فين؟ لما تعرف مين حواليك منفذ على السويسي هقول لك يا باشا. تليفونك. الو. كفاية كده يا عمر أخويا، امبارح أبوك والنهاردة أنا وبكرة أنت، مش كفاية لغاية كده ونعيش زي بقية الناس ما هي عايشة؟ مين يكره يا أحمد؟ بس خلاص أنا ما عدتش أقدر أرجع عن الطريق اللي مشيت فيه. لو سبت عنين أبوك وهي بتبص لي قبل ما يموت مش هتسيبني. السويسي عارف إن كل أسراره عندي، مش هيسيبني. رشاد غانم بعد ما بقيت الايد اللي بيضرب بيها السويسي عمره ما هيسيبني. انا من يوم ما اتولدت يا احمد عمري ما اخترت حاجه. عايز اقول لك حاجه، امك كانت دايما تقول لي ادعي لاخوك ربنا يهديه. كنت اتخانق معاها واقول لها لا مش هدعي له، ربنا ياخده. عارف كنت بدعي لك في سري. بس تقول ايه بقى؟ الله يسامح ابوك. ابوك ما كانش راجل وحش يا احمد، الله يرحمه. ابوك كان راجل جدع وبيحبنا. انا عارف انه غلط، لانه اختار انه يمشي في السكه دي من الاول، ولما قرر يتوب السويسي ما ادالوش فرصه. بس ورحمه ابوك انا ما هدي فرصه للسويسي يعمل فينا زي ما عمل فعل الوكيل. اديك شفت السويسي عمل ايه في اخوك، ولو استنينا عشان نوقعه في قضيه مخدرات الحكايه دي ممكن تاخد شهور، ويا عالم بقى ممكن يعمل ايه تاني. انا ممكن اوجه له تهمه الشروع في قتل اخوك والتامر لقتل ضابط شرطه، بس لازم تسلمني ابنه صلاح، ساعتها هقدر اساومه، هجيبه على ارضي واتعامل معاه. سلمني صلاح يا عمر، وخد بالك انت من اهلك، وسيب الباقي عليا انا. خليك انت هنا. ايوه صلاح. ايه
ايه ضرب النار اللي عندك ده؟ صلاح رد عليها صلاح. ما قولك فيما هو منسوب إليك من الضابط رشاد غانم بأنك قتلت المجني عليه صلاح سيد السويسي انتقاما لقيام والده بالشوق في قتل أخوك أحمد الوكيل؟ أنا عايز أشوف رشاد باشا. اهدى كده عشان تعرف تسمعني كويس. أنا مش نادل عشان أوديك لحبل المشنقة، بس لو طلعت من هنا على النيابة الصبح واعترفت على السويسي هطلعك من القضية دي خالص، هعتبره قتل خطأ وهعرف أتصرف. شفت يا استاذ عمر، امبارح كان قدامك اختيار واحد، النهارده قدامك اختيارين، حبل مشنقه ليك وحبل مشنقه للسويسي، تختار ايه؟ ها؟ تصدق انك صعبان عليا قوي عشان لا تضيع نفسك عشانهم، دول هيبيعوك زي ما باعوك قبل كده وقتل اخوك من 3 سنين. انا اخويا مات موتة ربنا باشا وكل الناس عارفه كده. طب ايه رايك ان هجيب لك اللي قتل اخوك دلوقتي ويقول لك خد كام ومن مين؟ دخل جنيدي يا عسكري. مش حسيبوني في الهم اللي انا فيه ده يا باشا، ما انا قلت سعادتك كل اللي اعرفه امبارح. عارف ده مين يا عم جنيدي؟ عم امبابي امبابي مين يا اخين؟ دي الرسول عبد الحميد. انت تعرفه منين؟ كلنا كنا طالعين مع السويسي، بدينا معاه انا وابوك وواحد تاني اسمه شكري، معرفش راح فين دلوقتي. اتحرك يا اخينا اتحرك يا اخينا اتحرك. لا مؤاخذة يا باشا، عايز اخش الحمام. ماشي. الدنيا دي غريبة يا ابني، بقى سلم رقبتك اللي قتل ابوك الله يرحمه. ساعة ما شاف الصول عبد الحميد يا فندم وهو مش طبيعي قاعد ينادي يا عم مبابي يا عم مبابي، ولما قلت له دي ما اسمهوش مبابي حسيت كده يا فندم زي ما تكون روحه طلعت. بس والله يا سيادتك ما كنتش عارف انه هيهرب. واد غبي ليه افتكر انت ضحكت عليه في كل الكلام اللي قلته له؟ لازم الحقه بالسويسي ما يلاقيه ويخلص عليه. مش عارف اشكرك ازاي على وقفتك معايا. عيب يا عمر ما تقولش الكلام ده، انا مديونك بحياتي، بس انا دلوقتي لازم افكرك بكلامك. انت مش عبيط ولا هبل عشان تفكر انك هتهرب من السويسي. هيجيبك
سويسي فكر ان انا قتلت ابنه، مهما عملت مش هيصدقني. انا هستنى اول ما سليمان يخلص البيعه واخد فلوسها وهرب اهلي في اي حته. ربنا يوفقك في البيعه دي، تطلع منها برشين حلوين. حقك محفوظ يا رضا. عيب يا صاحبي ما تقولش الكلام ده، انا فديك برقبتي، انا مش ممكن انسى وقفتك معايا. انا مش عاوزه لوحده، انا عاوزه هو وعيلته كلها. تخليك معاه، اول ما يتلم على عيلته تبلغني. فاهم ولا لا؟ طب وعيلته ذنبها ايه يا باشا؟ الواد بيحبك وطلع انه متورط في الليله دي. انت مال اهلك يالا؟ الواد ده لو هرب رقبتك هطير فيها. طب يا باشا ما تشوف لي فلوس كاش بدل الشيك اللي هياخد وقت في صرفه. اللي تؤمر بيه يا باشا. اديني هصلح الغلطه اللي غلطتها زمان. وانا لو كنت قطعت سلسال علي الوكيل النجس من على وش الدنيا ما كانش كل ده حصل. كفايه لحد كده رضا عشان السويس ما يأذكش. انا مش هسيبك يا عمر غير لما اطمن عليك. انا ما اقدرش خاطر بيكي وباهلي. انا السويسي عمر ما هسيبكوا في حالكوا الا لو وقع في ايدين البوليس، وانا الوحيد اللي اقدر اوقعه. مش عارف بقى هيخلوني شاهد ملك ساعتها ولا هيدوني كام سنه، بس كل اللي انا متاكد منه ان السويس لما يتقبض عليه انتوا هتبقوا في امان. واعمل ايه بالامان لو انت مش معايا؟ ما انا اللي مطمني يا بنت ان هيبقى معاك فلوس كتير، يعني طمني عليك لحد ما اشوف هيحصل لي ايه. تفتكري انا ربنا يسامحني؟ صعبة. استغفر الله، ربنا غفور رحيم. ونعم بالله. تلاقيش يا بت، ان شاء الله كله هيبقى تمام. هنعيش حياة جديدة على نظافة ونتلم كلنا سوا. مش ده اللي انت كنت بتحلمي بيه؟ هننزل اعمل شاي لرضا عشان سايبه بقالي كتير. بقيته فين؟ السويسي باشا جاي بنفسه يشرف. أول ما تقرب اديني رن نور لك نور العربية عشان تعرف مكاني. سلام.
لما قتلت الصلاح. والله كبرت يا عمر، مش قلت لك سيرك تضطر تقتل عشان تعيش؟
غلطة عمري إن أمنت لك يا عمر. كان لازم أعرف إن الخيانة بتجري في دمك زي أبوك بالظبط، وإنك لازم تعمل زيه وتعض الإيد اللي اتمدد لك. قتلت أبويا ليه يا سويسي؟ مسبتوش ليه يتوب ويرجع لعياله؟ قتلته غدري ليه؟ ليه خدتني وكبرتني ودم أبويا بيجري في إيديك؟ ليه يا سويسي؟ ده أنا معرفتش أبويا، دي معرفتك. أنا حبيتك. سبتنيش في حالي ليه؟ تفتكر لو كنت عرفت الحقيقة كنت هستريح؟ طب أديك عرفتها، استريحت يا عمر؟ بيتهيالك مفيش حد في الدنيا دي كلها يعرف الحقيقة. إذا كان في حقيقة أساساً. ما بنختلفش عن الملايكة في شيء، والله الله يسامحها الدنيا بتغير، وتاري البراءة عمرها قصير. في ناس بتداس في طريقها، وناس السكينة بتسرقها، وناس مضطرة تمشي في أي طريق. ذنب ناس تانيين، أيام ضربتها قاضية وكأن الدنيا فاضية، وخلاص ما بقاش في حاجة اسمها بني آدمين. في ناس بتداس في طريقها، وناس السكينة بتسرقها، وناس مضطرة تمشي في أي طريق. حياتي ما اتولدش بريء.
ما بنختلفش عن الملايكة في شيء. والله الله يسامحها الدنيا بتغير وتري البراءة عمرها قصايه.